السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي الأعزاء، طلابي الصف الثامن من مدارس قرطاج الدولية. سوف نتحدث اليوم عن البحث عن المعلومات في شبكة الإنترنت. سوف نستخدم ثلاث رموز لتحسين البحث حتى أوجد نتائج أفضل: إشارة زائد وناقص وعلامة التنصيص. إشارة زائد تستخدم عند البحث عن صفحات الويب التي تحتوي الكلمات المطلوبة جميعها، يعني عند كتابة التعلم زائد الإلكتروني في مربع البحث ستظهر قائمة بالصفحات التي تحتوي على الكلمتين معا، يعني مش يعطيني بس عن التعلم لحاله أو عن الإلكتروني لحاله، لا بعطيني التعلم إلكتروني كامل. الناقص تستخدم للبحث عن صفحات الويب التي تحتوي كلمة معينة بشرط ألا تحتوي على كلمة أخرى، يعني التعلم ما عاد الإلكتروني، هذيك زائد الإلكتروني هون ما عدا، يعني بس أعطيني التعلم من غير الإلكتروني، يعني التعلم العادي التقليدي. في مربع البحث ستظهر قائمة بالصفحات التي تحتوي على الكلمة الأولى ولا تحتوي على الكلمة الثانية. علامة التنصيص تستخدم للبحث عن جملة كاملة اللي هي التعلم الإلكتروني، يعني إشارة الزائد وعلامة التنصيص تقريبا بعطيني نفس النتائج، نفس الجملة، جملة كاملة. الآن أدوات البحث، بس أجي أبحث عن صورة، تختلف عندي أدوات البحث في متصفح الإنترنت عن البحث عن مص، يعني لو بدي أبحث عن صورة راح يعطيني خيار للحجم واللون والنوع والوقت، يعني حجم الصورة قديش السايز بدي إياه، لونها أسود وأبيض أو ملونة، النوع فوتوغرافي ولا كليب آرت ولا مرسوم رسم، الوقت يعني إمتى بدي إياها، بدي من الصور الحديثة أم عادي صور قديمة، بحدد وقت نزول الصورة. الآن لنرى، سوف أقوم بفتح متصفح الإنترنت. راح أفتح هاي المرة جوجل كروم مش إنترنت إكسبلورر، راح لأن راح يعطيني نتائج أكثر. روح على فتح جوجل. الآن بدي أكتب التعليم. زائد الإلكتروني إنتر. التعليم الإلكتروني هي أعطاني الكلمتين مع بعض، تعليم إلكتروني، التعليم الإلكتروني، هنا إشارة الزائد وإشارة التنصيص بعطوني نفس الإشي. نجرب هلأ الناقص ما عدا، إنتر. فعليا لازم ما يعطيني كلمة الإلكتروني، لو بدي أحط إشارة تنصيص رح يعطيني الجملة كاملة، معناته عندي الزائد والناقص بعطيني الجملة كاملة، التعليم ناقص الإلكتروني معناته التعليم ما عدا الإلكتروني، ما بدي إياه إلكتروني. الآن بدي أبحث عن صورة عن فيروس كورونا، باجي على الصور بطلب عند المزيد عند الأدوات بأي لغة وأي وقت وشو النتائج. هلأ بدي إياها صور، أنا بدي أبحث، بروح على الأدوات، اختلفت عندي، أعطاني الحجم اللون حقوق الاستخدام النوع الوقت. طب لو بدي أبحث عن الكل عن موضوع عادي طلع، بروح على أدوات البحث أعطاني بس اللغة بأي لغة، عربي إنجليش، أي وقت بس، وجميع النتائج. إما لو بدي صور أو فيديو الإعدادات سوف تختلف. نروح على الأدوات، الحجم أي حجم، صورة كبيرة الحجم، صورة متوسطة الحجم، بدي إياها رمز صغير، اللون نجرب هون معطيني إياه ملون كورونا، بختار أبيض وأسود. هلا بعطيني الصور اللي فيها أبيض وأسود، بدي شكل تاني، صورة شفافة، هي أعطاني صور شفافة. الآن النوع لو بديها قصاصة فنية كليب آرت، إني بحطها ما بتعطيني حدود للصفحة إذا بدي أحطها داخل صفحة وورد. الوقت
الساعة 24 الماضية، آخر إشي نزل قبل 24 ساعة. هاي الصور نزلت عن كورونا آخر 24 ساعة، ونوعها قصص فنية كليب آرت. هيك إحنا تعرفنا على أدوات البحث، خصوصا لأدوات البحث للصور. طلابي الأعزاء، أتمنى تطبيق نشاط 4-6 صفحة 62، وتطبيق نشاط 4-7 صفحة 62، وحل أسئلة الدرس صفحة 63. دمتم بحفظ الله ورعايته.